في حق نفسه الايام دي تديله انذار هيكون مين اللعيب. على فكره احنا بنتكلم بشكل فني جدا. أيوة مقصر أوكي. مشتغلش على نفسه بتديله انذار ان هو يشتغل اكتر يقرص على نفسه اكتر او مدرب بنفس الطريقه بالظبط. لا انا مش دعوه بالمدربين انا خليني انا اتكلم عن نفسي انا تدي لنفسك. اوكي كارت احمر بتطرد ظاهره ايه من الملاعب؟ يعني ايه يعني عايز تطرد ايه من الكره المصريه بشكل عام؟ هو في شغل التعصب موضوع التعصب ده. كارت اخضر بتدعم ايه في الرياضه بشكل عام وحاجه نفسك تعملها؟ ادعم ايه في الرياضه؟ معلش من ناحيه ايه برضه؟ من ناحيه يعني مثلا بتشجع ايه عايز تدعم ايه حاجه نفسك تشجعها في الرياضه بشكل عام تنتشر بشكل اكبر يهتموا بالناشئين مين اكتر يهتموا بسن ايه اكتر؟ لو احنا عندنا شويه ممكن يهتموا بالكوره شويه يعني الحاجات الحديثه دلوقتي الفار ملاعب احنا برضو لازم لنا ملاعب كويسه جدا عشان نعرف برضو اللعيبه تعرف تأدي زي في اوروبا وفي العالم كله. اول حاجه بيهتموا فيها الملاعب الاصابات. موضوع الاصابات برضو بقى يعني منتشر في مصر بطريقه رهيبه. برضو بيبقى سبب ملاعب يعني قدريه بس برضو بيبقى سبب ملاعب. الحاجات التانية بقى اللي بنشتغل عليها يعني برضو الناشئين ممكن لازم نهتم بالناشئين عشان نطلع لو ما احنا طلعناش ناشئين الناس دي هتروح فين؟ عادي في ناس ربنا بيكرمها كده مثلا واحد زيي قبل كده في ناس كتير بس يعني برضو لازم نهتم بموضوع الناشئين ده برضو.